طبعا يعني طفولة الإنسان في البحرين هي طفولة اعتيادية، الحواري والفرجان وثم المراحل الأخرى. أنا في الواقع من مواليد المنامة، وكنا جيران لمنزل فضيلة الشيخ أحمد العصفور، يعني في نفس المنطقة كنا احنا جيران، ولكن تربيت أنا في فريق كانوا ما هو الملاصق لفريق الفاضل، وهي طبعا منطقة معروفة. كنا نتواجد مع الأصدقاء في هذه المنطقة، وأصدقائنا كانوا كثار، من ضمنهم مثلا باسم الحمر وزير الإسكان السابق، هذا كان صديق قبل ما يكون وزير، وكنا طلبة في المدارس، وعائلة الشتر مثلا، عائلة أحمدي، عوائل كثيرة من عائلة المردي مثلا، مؤنس ورائد أيضا كانوا من الإخوان اللي كانوا يتواجدون معنا في منطقة السكن، وكنا مجموعة كبيرة من الشباب يعني، ومعظمنا كان في البعض كان في مدارس مختلفة، وما كانت مدارس خاصة في أيامنا يعني. ولكن أنا درست في مدرسة أبو بكر الصديق في المنامة، وهي تسمى المدرسة الغربية، وأسامي أخرى كانت لها سابقا. فالمدرسة كانت في هذه المنطقة، وما انتقلت إلى موقع آخر، إنما إلى مدرسة الصناعة، وكنت من يعني الطلبة اللي تم تكريمهم في عيد العلم في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وتم تكريمي في عيد العلم، وكان هذا في مدرسة مدينة عيسى. وفي نفس الفترة طبعا ما كان في جامعات في البحرين، إنما كليات، كلية الخليج الصناعية، وتوصلت في الكلية لفترة من الزمن، وما درست في الواقع خارج البحرين، إنما حبي للصحافة والإعلام، يمكن أنا كنت صحفي وأنا طالب المدرسة، كنت أصور صور لجريدة أخبار الخليج تنشر في الصفحات الأخيرة، ويعني ما أنسى فضل المرحوم سيد حجازي. كنا في فريق كان يسمى فريق كانو، وننتقل إلى فريق الفاضل، فصارت علاقة ما بين فريق الفاضل وفريق كانو، وكنا شباب يعني مثل ما قلت لك العوائل اللي ذكرتهم لك، هذين كانوا اليوم احنا أصدقاء، وكنا أصدقاء تواصلنا، ولكن يمكن نلتقي الآن بقلة مش مثل قبل، إلا من هو في مجال الإعلام مثلا الأستاذ مونس المردي، طبعا صديق وأخ، أنا أكبر منه سنة وكان هو أصغر، رائد أخوه كان معنا، ومثلا بيت الشتر، بيت أحمدي، مجموعة منهم ذلين كنا نلتقي كل ليلة في الفريق يعني. إحنا نقول له بالعامية الفريج يعني، ونتكلم ونسولف ونطلع مباريات كرة قدم، أسسنا فريق في هذه المنطقة، أيام الجمعة كنا نطلع مباريات كرة قدم نلعب خارج المنطقة طبعا، وذكريات طبعا يعني كثيرة في الواقع مع الإخوان اللي كانوا، من مقالب، من قصص، من أشياء كثيرة يعني كنا نطلع طبعا، ما بننسى شطانة الطفولة، كنا موذيين، كنا نأذي بعض الجيران وغيره وغيره بحكم الطفولة يعني، ولكن كنا عايشين كلنا كعائلة واحدة يعني. مثلا كنا نطلع إلى ساحل البحر، أيامها شارع الملك فيصل ما كان موجود، أنا أتكلم لك عن السبعينات أو نهاية الستينات أو السبعينات مثلا، كان موجود بعد دار الحكومة، كان ساحل بحر، مش بمعنى ساحل، ولكن كنا نطلع إلى هذه المناطق نسبح، أو نطلع رحلات، أو نطلع مباريات، نطلع السينما مثلا، مقالب كثيرة في السينمات مثلا كنا نعملها، كنا شباب يعني مثلا مرة من المرات احنا رحنا السينما، وكنا احنا حوالي 40 واحد، وأربعين واحد تعرف يعني أيامها حتى الأهالي كانوا يعطونا مصاريف بسيطة يعني، لكن نشتغل ولا غيره ولا غيره. فكان فيلم نازل ويبغون ندخل يعني، اتفقنا في الفريج الربع كلهم جماعة نفكر شلون ندخل، واحنا قبل ندفع كل واحد يدفع دينار، بيكون 40 دينار يعني، 40 دينار كان راتب في أيام في السبعينات يعني. فجينا وتم ترشيحه أنا،
كل ما ندخل كل ما واحد يدخل قال التذكرة عند اللي وراء يعني، وأنا آخر واحد. طبعا وصلت إلى الباب أعطيته تذكرة واحدة تتفضل. كان 40 شخص دخل وقال التذاكر عندك، من شطانة الطفولة يعني. قلت له هل أنا كلمتك إني بعطيك التذاكر؟ قال لي لا. قلت له أنا غير مسؤول، أنا عندي تذكرة واحدة فقط يعني، وأنا من حقي أدخل، تحب تشوفه روح ابحث عنه يعني. طبعا هو كان صعب، وهذا هذه خطة كنا احنا مطبقينها يعني، مفكرين فيها ان شلون ندخل يعني. فجاك مسؤول السينما قال لك وين هم؟ ما ادري، دور عليهم يعني. سينما مليانة 100 شخص يعني، 150 200 صعبة يعني. فطبعا احنا متفقين كل واحد يقع في محل حتى لو بيدورون بهم صعب يعني. دخلنا وشفنا الفيلم وكل شيء وطلعنا. بعد ما طلعنا التقينا في النقطة النقطة اللي كنا متفقين عليها. احنا كان عندنا شطارة طبعا لأن احنا عملنا مقلب، هذه يعني من المقلب من المقالب اللي كانت هي لها علاقة بالطفولة، غير أنها مثلا أحيانا إزعاجك إلى الجيران، مواقف تصلح مثلا كل وقت متأخر بالليل صباحا، بس كلنا كنا مجموعة واحدة يد واحدة يعني. زي رحلاتنا طلوعنا إلى المطاعم وغيره، ما أذين الناس يعني بكثر أنهم يروحون يشتكون علينا، لا يعني كانت كلها مواقف طريفة. الآن وقت ما نتذكرها يعني نشوف بعض تذكر الموضوع الفلاني يضحك، ليش؟ لأن هي كانت مرحلة الطفولة، ما أعتقد أن الآن نقدر نسويها ولا نسمح لعيالنا يسوونها. للأمانة كنت أتابع الرياضة وكنت أحضر مباريات كرة السلة، وأيامها كانت ولزالة طبعا مباريات كرة السلة من المباريات الجماهيرية، النسور الشعاع أيامها والأهلي والمحرك مثلا، الأندية اللي كانت تنافس. كنت أتابع المباريات. في ليلة من الليالي أنا أخذت كاميرا ورحت أصور مباراة الأهلي والشعاع، والشعاع هو نفس فريق المنامة الآن. أخذت الصور، لاعبين الفريق كانوا يرون الصور، أيامها ما كانوا في مصورين وغيره وغيره. فأنا أخذت الصور سلمتهم، هم يشوفون الصورة، طاحوا على صورة وهي كانت سبب مشكلة فنية في المباراة. كان يدعي الفريق، أتذكر اللاعب عبد العزيز توراني ولاعب طبعا عملاق كان يعني، كان يقول للمدرب بأن لاعبين نادي الأهلي يسحبون الفانيلة وأنا أنزعج ما أقدر أكمل المباراة. طبعا هم اعتقدوا بأن هذا عذر يعني. وقت ما سلمت الصور عبد العزيز كان موجود طالع الصور، قال هذه أثمن وأقوى وأفضل صورة في حياتي أنا استلمتها. إيش الصورة كانت؟ أنا ما خليت للأمانة اهتمام في الموضوع ولا اعتقدت بأن هذا هو، وفعلا لاعب من النادي الأهلي ماسك فانيلة اللاعب قالهم هذا أكبر ثوار، ورفعوا قضية إلى اتحاد الكرة، اتحاد السلة عفوا. فأنا كلمت الأستاذ محمد دوري، قلت له أستاذ محمد عندي إحساس ممكن أكون إعلامي يعني، ممكن أكون مصور، ممكن أكون. قال لي مش مشكلة يعني. فكلم الأستاذ حسن عثمان ورحبوا بكتاباتي. طبعا يعني الكتابات كانت متواضعة كطالب في المدرسة. كنت في عمر كم؟ يعني يمكن 17. اي، وكنت انا في الصف الاول ثانوي، فحتى عن طريق الرياضه بديت اكتب واسمي بدا ينتشر، ووصلت الى اخبار الخليج عن طريق سيد حجازي نشرنا الصور. فكنت اطلع المدرسه تينا جريده اخبار الخليج، والطلبه يعني بين موضوع التشكيك وبين موضوع ان هم تصديق يعني، هل هذا انت؟ انا اللي بكتب يعني. فكان في نوع من التشكيك، لأن تعرف الإعلام أيامها كان لأسماء محددة يعني. ولكن أنا الحمد لله يعني عن طريق أخبار الخليج، عن طريق الرياضة، مجلة الرياضة، وبعدين تبطلت الأبواب، بديت يعني شفت أن في قبول بين الجمهور، واستطعت أن أنتشر إعلامي. حصل يعني الفرصة اللي صارت أن اقترحت على إذاعة البحرين، وعلى طلبني مخرج بالإذاعة المرحوم نبيل العلوي، توفى من سنة تقريبا، طرح قال ليش ما نعمل ندوة رياضية لك وإلى الأستاذ محمد دوري. عملنا ندوة، كان في شهر رمضان على ما أعتقد،
عملنا الندوة الرمضانية وغيرها، وخلال الندوة أنا اقترحت على الإذاعة، قلت لهم وأنا كنت من متابعي النشرة الرياضية في إذاعة الكويت، فقلت لهم ليش ما تعملوا نشرة رياضية في البحر؟ صعبة واحتمال ما بنقدر وغيره وغيره، قلت أنا أتحمل المسؤولية ونعمل لكم نشرة يومية. نشرة يومية بدينا في 1 فبراير 1982 النشرة الرياضية، عفوا 80 وليس 82، 80 سنة 80. استمرت النشرة إلى 2010، 30 سنة بالتمام بالكمال. أنا دخلت الإذاعة وأنا غير متزوج، وخرجت من الإذاعة عندي أحفاد، ولكن للأمانة يعني لقيت كل التعاون والترحيب من الإذاعة. 30 سنة بديت أنا أقدم برنامج رياضي، بدينا فيه ربع ساعة اسمه النشرة الرياضية، واجتزنا الحدود ليس فقط البحرين إنما منطقة الخليج، وعملنا مسابقة للبرنامج نشرة رياضية، مسابقة رياضية. استلمت رسائل من اليمن ومن الهند. علاقتهم بالهند؟ لا طبعا أصحاب اللغة العربية، مثلا بعض الخليجيين اللي كانوا بالهند يتابعون البرنامج كرياضة وغيره، وبعض الرياضيين كانوا يقولون لي يسافرون الهند ودول ثانية، يقول لك احنا نبحث عن إذاعة البحرين مشان نسمع نشرة رياضية ونعرف الأخبار. كنت أحرص أنا على توفير الأخبار من كل الدول، أيامها كان فقط في تلكس يعني، فأنا كنت أتفق مع الإخوان في الإذاعة كل تلكس رياضي ينحط في ملف وأنا أخذ التلكس وأقرأ الأخبار. أيضا عملت برامج خاصة للخيل والقدرة والأمور هذه، ولكن الإذاعة لا، الإذاعة كانت عشقي فعلا يعني. فأنا أمورها صعبة عن التلفزيون يعني. 30 سنة وأنا أقدم كل الأخبار والمعلومات إلى الجمهور المتعطش للأخبار. كان أيامها عندنا جريدة واحدة هي أخبار الخليج فقط، وأسبوعية الأغوار. فأنا يعني كنا ننافس الجريدة أخبار الخليج. معظم الأخبار اللي تنزل في الجريدة 90% منهم أنا بالليل كنت مقدمها. والحمد لله كسبنا شهرة في البحرين وخارج البحرين. لازالت الناس وقت ما تشوفني تقول لي ذكريات جميلة، يا ريت ترجع. لا صعب الآن، في شباب موجودين، وكانت محاولات من الإذاعة أن نرجع ونعمل برنامج رياضي وغيره، لكن احنا اجتزنا المراحل دي يعني. أنا حصل لي موضوع طريف مع مجلة البحرين، وكنت أكتب أنا في مجلة البحرين. في يوم من الأيام أحد أفراد العائلة من الأندية المتقدمة طلب مني، قال لي أنا عندي رسالة وعندي رأي تنشره في مجلة البحر. كان ينتقد فيه اتحاد كرة القدم بأن حكام اتحاد كرة القدم يحتاجون إلى تطوير، يحتاجون إلى دراسات دورات وغيره وغيره. وأنا أكثر في مجلة البحرين طبعا رئيس التحرير وزير الإعلام المرحوم طارق المؤيد يعني. المرحوم الشيخ عيسى بن راشد كان وكيل وزارة الإعلام ورئيس اتحاد كرة القدم، والمجلة تصدر في يوم الأربعاء صباحا ولها ثقلها وزنها يعني. شاف الشيخ عيسى الموضوع، زميلي اللي معاي في القسم كنا نتعاون أنا وهو الأستاذ عباس العالي الله يعطي الصحة وطولة العمر، هذا الظاهر اتصل فيني قال يا أخ توفيق ما عندي لك خبر حلو. قلت له خير؟ قال الشيخ عيسى زعلان ويقول أن توفيق ما يكتب في البحرين خلاص، في مجلة البحرين. طيب والسبب؟ قال الرسالة اللي نشرتها. أنا كرئيس قسم ثقتي فيه كبيرة يعني، وأنا ما أشوف في شيء أبدا أنه خطأ، لكن هذا وجهة نظر الشيخ عيسى مبرتاح وما أخذ موقف منه كده. اليوم الأربعاء طلعت المجلة. أنا قبل يومين كنت ملتقي مع المرحوم عبد الجواد غير، وكان مدير تحرير مجلة البحرين، أحد الأساتذة الأفاضل المصريين اللي أنا أعتز فيهم صراحة. طلبني وقال لي إن نبي نطور القسم الرياضي في مجلة البحرين، طالما أن الرياضة أقوى شيء اليوم في مجلتنا فياريت تعطيني الفكرة لتطوير المجلة. اتفقنا أن يوم السبت، كان دوم يوم السبت، نلتقي يوم السبت وأقدم له التقرير. المشكلة حصلت يوم الأربعاء،
طيب تشاورت مع زميلي عباس العلي، قال شوف أخ توفيق أنا بدونك ما راح أشتغل، أنا بيك معي، ولكن الآن خلينا نشوف حل هذا الموضوع. يعني اتفقت أن أنا أروح أشوف الأستاذ عبد الجبار غيره، وبدون ما أتكلم معه عن الموضوع كأنه ما حصل شيء. قعدت معه وأنا أشوف الأستاذ عبد الجبار يعني يلف ويدور وأنا ألف ويدور، لا هو راضي يتكلم ولا أنا راضي أتكلم. وعارف طبعا بلغينا مدير تحرير، فكلمته قلت له أستاذ أنا جهزت لك تقرير تطوير المجلة. قال والله يا أخ توفيق أنت تعرف معزتك عندي ومدى ثقتي فيك ومدى اعتزازي فيك وفي قلمك، لكن اليوم عندي مشكلة. قلت تفضل، وأنا أعرف المشكلة لها. قال لي معالي الشيخ عيسى زعلان منك وطلب أنك أنت ما تكتب في مجلة البحرين، وأنا مدير تحرير وهو وكيل الوزارة، يعني أمر على أمر يعني فوق يدي يد مثل ما يقولون. تولى الأستاذ عبد الجواد أنا تشرفت بعملي معكم والقرار عندك، القرار اللي بتاخذه أنا بنفذه. قال والله في بالي فكرة، ربنا يوفقني ويوفقك يعني. قلت تفضل. قال ايش معنا؟ أنا وين؟ الآن الساعة 9 صباحا. قال لي نروح إلى مكتب سعادة الوزير للسفارة في المانيا وأنا أشرح للموضوع والأمر عنه. للأمانة فاجأني بالقرار، لم أتوقع منه هذا الشيء. ما كان رجل يبحث عن مصلحة خاصة له، ولا كان ممكن يقول من هو توفيق؟ خلي أنا بتصرف وخلاص، توفيق يمشي يجي غيره. خلاص رحني إلى مكتب سفارة في المانيا، قال لي انتظرني مدير المكتب أنا أدخل ما يكون الخير. طبعا دخل على طارق المعين وشرح له، قال في خلاف حاصل بين الشيخ عيسى وتوفيق، وتوفيق من المحررين اللي احنا نعتز بهم يعني، والشيخ عيسى وكيل وزارة يعني. الامر صعب. قال له للشيخ عيسى، جاء الشيخ عيسى. طبعا الشيخ عيسى وطايف بيدخل شافني انا قاعد. اهلا توفيق، شنك هني؟ والله الأستاذ عبد الجواد عنده موعد مع وزير الإعلام وطلبني يعني. هز رأسه ودخل داخل. طبعا أنا عارف الموضوع يعني، ما كان عندي أمل ولا 1% أن القضية تنتهي بي. خرج المرحوم عبد الجواد غير، قال لي يا توفيق بيطلع الشيخ عيسى وأرجوك. الشيخ عيسى أبونا يعني، تفاهم معه اعتذار بشكل راقي وحلو، وأنت إنسان راقي هذا كلامه يعني. الشيخ عيسى يستحق كل شيء. قال أنا خلصت الموضوع بينك وبينه وتعالي المكتب. طلع الشيخ عيسى طبعا بكل رحابة صدر لطافة وكل شيء، يا توفيق أنت أخونا وصديقنا وولدنا وغيره وغيره، وأنا مشيت معه إلى مكتبه. طبعا في مكتبه اعتذرته، قلت والله الشيخ أرجو أنك أنت تفهمني يعني، يعني أنا صحفي جاني واحد وهو من العائلة وأنت من العائلة يعني. ما فكرت الموضوع أنه بيسيء لك يعني. الموضوع ما في إساءة بقدر ما هو انتقاد لطاقم لمستوى التحكيم، وهذا المفروض أنتم ترتاحون يعني. ليش؟ لأن نبهكم الرجل يعني. قال لا ما كنت أتوقع أنت بتكتب ضدنا وغيره وغيره وغيره. المهم انتهى الاجتماع، انتهى الموضوع باعتذاري أنا له، وهو يستحق اعتذر الآن. شرحي سنعتز فيك أنت يعني، وكل ليلة تقريبا في مجلس في الرفاع يعني أتعشى معه أسافر معه، فعلاقتي كانت طيبة. الرجل قال لي خلاص انتهى الموضوع، طاح الحطب. جيت إلى الأستاذ عبد الجواد غير، قلت له أستاذ عبد الجواد أنا أحب أعرف سر الكلمة له. قال أنا دخلت على الاستفارة في المانيا، قلت له في خلاف بين توفيق وبين الشيخ عيسى بن راشد وأرجو حل الموضوع. سألني سؤال واحد، هذا طبعا يأكد لك حنكة وخبرة وزير الإعلام السابق طارق المعين. قال سؤال واحد فقط، توفيق مظلم أم مظلوم؟ عبد الجواد قال لي لا توفيق مظلوم، لأن توفيق كان وسيط نقل وجهة نظر في مجلتنا، إنما الشيخ عيسى هو رئيس تحرير وكيل وزارة الإعلام الحساسية في هذه النقطة. قال خلاص بلغ الشيخ عيسى أن أنا قررت إعفاء بقاء توفيق ورفض الطلب بعدم الكتاب.